أهلا بكم جميعا. معنا النهاردة منتج من شركة كورية رائدة في مجال تصنيع الأجهزة الذكية، هي شركة سي بي تي. سي بي تي النهاردة بتقدم لنا منتج يهتم بالحياة اليومية للمستخدم العادي. كلنا بنشيل معانا مجموعة كبيرة جدا من المفاتيح في جيبنا، وساعات بتضيع مننا، ساعات كتير بتبقى بتسبب لنا مشاكل لأن بتبقى عائق بالنسبة لنا كحجم. غالبا لو انا طالع في مناسبه معينه او انا عايز اظهر بمظهر لائق او بمنظر شيك او محترف، بدور على مكان ان انا ابعد فيه المفاتيح باي طريقه. النهارده شركه سي بي تي بتقدم لنا منتج اسمه فيس اي. فيس اي يا جماعه منتج تم تطويره بالتعاون مع شركه باناسونيك وشركه سامسونج. الشركات الاثنين دول من خلال خبره السنين وكلنا كل الناس معاها تليفونات ذكيه حاليا، فعارفه قدرات الهائله للشركتين دول. باناسونيك خبرة غير طبيعية في مجالات الإلكترونيات، وشركة سامسونج في خاصة في الذكاء الصناعي قدروا يقدم لنا منتج النهاردة. منتج النهاردة حل عملي وسريع لجميع هذه حلول المفاتيح. بمعنى إيه؟ النهاردة الشركة بتقدم لنا منتج اسمه فيس إيه. فيس إيه يا جماعة بيستبدل المفاتيح نهائيا. بمعنى تاني، أي جهاز أو أي بيت أو أي منشأة تحتاج إلى مفتاح للأكسبيليتي للدخول ليها، تقدر من خلال المنتج ده إن أنت تستبدل المفتاح دوت بأحد وسائل الذكاء الاصطناعي. كأساس كده الجهاز ده بيجي معاه كارت تقدر إن أنت تبرمجه بطريقة معينة بحيث إن هو يبقى مفتاح مخصوص ليك أنت كمستخدم أساسي أو أدمن أو كيوزر جنرال. يعني لو انت في شركة معينة وعايز تقدر تتواصل مع العملاء او تدي اكسبيليتي معينة محدودة لعدد معين من الاشخاص، تقدر تبرمج الكارت دوت. ايضا تقدر تستخدمه كتايم مانجمنت، يعني عايز تعرف الناس دي دخلت امتى او طلعت امتى. الداتا لوج دي كلها بتبقى موجودة على اللوحة الاساسية لجهاز النهاردة، جهاز الفيس ايه اللي احنا شايفينه قدامنا. فيس ايه ده بيجي بلونين، الابيض والاسمر، والاستخدام الاول زي ما احنا قلنا هو الكارد العادي اللي بتستبدل بيه المفاتيح. وطريقه الكارد يا جماعه بقت منتشره بصوره غير طبيعيه، حتى شركه تسلا العالميه دي شركه العربيات بدات تستخدم الكارت بس كبديل للمفتاح، فبالتالي الموضوع دي مجربه ومعروفه. الطريقه الثانيه للاستخدام، وهي دي الطريقه اللي الشركه دي قدرت من خلالها انها تحقق براءات اختراعات، هي طريقه استخدام الفيس ريكوجنيشن. يعني ايه فيس ريكوجنيشن يا جماعه؟ زي ما احنا عرفنا اسم الجهاز اسمه فيس اي. فيس اي زي ما احنا شايفين دلوقتي، انا هعمل لكم ديمونستريشن بسيط وهرجع اقول لكم التفاصيل استخدامنا للجهاز. الجهاز ده يا جماعه زي ما احنا شايفين احنا ممكن نستخدمه ككارد، والطريقه الثانيه هي ان انا استخدمه ك فيشال ريكوجنيشن ديفايس، بحيث ان انا اقدر لو افترضنا ان انا الكارت بتاعي مش موجود او ان انا عايز اتخلص منه، بقدر من خلال طريقة معينة في الجهاز، وهي طريقة بسيطة سهلة الاستخدام، في خلال بالظبط 5 اختيارات اقدر ان انا اسجل وشي. زي ما شفنا انا اخترت هنا 3 اختيارات من اللوحة الاساسية، بسجل رقم المستخدم. لو افترضنا الرقم بتاعي انا 12 12 12، نقدر من خلاله ان انا اسجل. هو طبعا بيبدا يقول لي سجل وشك بطريقه معينه، هيبدا ياخد معايا 5 صور لوشي عشان يقدر يعمل له ريكوجنيشن. زي ما احنا شايفين بعمل كونفورميشن، وبعد ما اعمل كونفورميشن يبقى الجهاز دلوقتي سجل وشي. الجهاز اللوحه بتاعته بتبقى بالطريقه ديت، انا جاي ناحيه البيت بالظبط، قال لي ان انا اوريدي اوثنتيكيتد. يعني في خلال بالظبط 30 ثانيه اقدر ان انا استخدم الجهاز دوت من ان انا استبدل الكارد الذكي اللي هو كانت الوسيله الاولانيه لاستبدال المفتاح بوشي. ازاي ده حاجه مفيده لينا؟ احنا عارفين دلوقتي المخاوف الانتشار الامراض المعديه زي امراض التنفس، الحاله اللي بتمر بيها العالم كله، بالاضافه الى سبق ذكره ان المفاتيح بتسبب مشاكل، سواء كان الناس اللي انا شخصيا بنسى بسرعه جدا ودائما، يعني نسيت حوالي 4-5 مرات مفاتيحي الشخصيه. فاستبدال المفاتيح كلها بكارت واحد ده بيسهل لك الموضوع لو انت عندك اكثر من جهاز في اكثر من جهه. تاني حاجه
الجهاز دوت بيديك practical solution لحاجات كتيرة جدا، زي ما قلنا لو انت في عمالة معينة تقدر تدي accessibility لناس كتير من خلال نفس المكان، زي ما قلنا بيقدر يدي data log time اللي انت تدخل فيه، تقدر كمان تحدد امتى الناس تدخل وامتى الناس تطلع، وبالتالي منتج موفر عملي وسهل. ميزة الجهاز ده ان نسبة الايرور فيه تكون معدومة، وهو احسن من جميع الاجهزة الموصلة ليه على السايد التاني. شركة سي بي تي يا جماعة والمنتج بتاع النهاردة مهم جدا لحياتنا العصرية، بيقدم لنا حلول للمستهلك، حلول الدخول الاكسبيليتي السهلة لكل الناس، كل الناس اللي عندك طالما الوش موجود، اي حد حتى ناس اصحابنا اصحاب الهمة بتقدر استخدمه بكل سهولة ويسر. وشكرا ليكم جزيلا.